الحمد لله والشكر. طبعا احنا سعيدين جدا بالنتائج اللي اعلنا عنها، وهذا دليل قاطع اعتقد ان جلوبال الان تخطت تداعيات الازمه الماليه العالميه اللي اثرت علينا واثرت على القطاع المالي جلوبالي ومحليا. والحمد لله والشكر الجزيل بالذكر ان الارباح اللي قاعد نتكلم عنها هي كلها عباره عن ارباح تشغيليه، فاحنا قاعد نتكلم اليوم عن ارباح من اداره اموال الغير، من الاستثمارات البنكيه، من الوساطه الماليه. خلال هذه السنه بالرغم من الظروف السياسية اللي نراها في المنطقة، إلا أن جلوبال استطاعت أن ترفع الأموال المدارة بأنظر 100 مليون دولار، وهذا طبعا مو جاي من الكويت، جاي من علاقاتنا اللي موجودة في منطقة الخليج العربي. بالإضافة إلى ذلك قدرنا بفضل الله أن احنا نوقع العديد من المانديتس فيما يتعلق بالاستثمارات البنكية بمئات الملايين من الدولارات، لأن أعتقد هناك بعض الشركات التي لا تزال تمر في ظروف إعادة هيكلة وتحاول تستفيد من خبرة جلوبال في المجال الاستشاري في هذا، فقدرنا نستفيد من تحويل تجربتنا اللي مرينا فيها إلى تقديم خدمات إلى عملاء آخرين. ما هي الخطوة التالية لجلوبال؟ يعني نسمع أحاديث كثيرة وربما رغبة من المساهمين في رؤية جلوبال تعود مجددا لقيادة السوق. الحمد لله والشكر، ما أدري عن القيادة، لكن أطمن الجميع المشاهدين والمساهمين وعملائنا أن جلوبال رجعت، ورجعت للبقاء. يعني الحمد لله والشكر، الشركة دائما كان عندها انفراستراكشر وايد قوي من حيث نوعية الإدارة، الكوادر الوطنية التي تعمل فيها، القدرة على ابتكار الأدوات الاستثمارية والصناديق الاستثمارية والخدمات الاستثمارية، هذه كانت دائما موجودة. ما حصل في جلوبال هو عبارة عن اختلال فيما ما بين المديونية قصيرة الأجل والأصول الطويلة الأمد، وهذا تم حلها هذه المشكلة. وأعتقد أن احنا تعلمنا درس جيد من هذه الأمور، والشركات تتطور عن طريق الخبرة وعن طريق التعلم من التجارب اللي تمر فيها. فنطمن الجميع أن لا، جلوبال رجعت إلى الربحية، والأرباح اللي نتكلم عنها تشغيلية. لكن هل يمكن أن نرى جلوبال في بورصة الكويت مرة أخرى؟ إن شاء الله إن شاء الله. إحنا همنا دائما أن إحنا نسعد مساهمينا، وإذا كانت هذه رغبة المساهمين فطبعا لازم نحققها لهم.